رجعوا لي الله رجعوا لي الله رجعوا الله كملي كملي الفضح شوف فاطمه كملي كملي الفضح هذاك سخر خويا شويه بالنسبه للسيد بالنسبه للسيد الدفاع اللي خرج يعني كيستنزف القوى ديال الهيئه الموقره كيستنزف لها القوى ديالها وكيضيع الوقت فاش في الخزعبلات مع السيد مع الدفاع ديالي يعني مقاطعات كالعاده يعني بحال الشغب الشغب اثناء الجلسه تهمي ما يستحق السيده ديالو ما يستحق جلسه بعقلها ما يستحق حتى شي حاجه من هذا الشيء انا ما غاديش نزال على التهمي ضروري ومؤكد ان هذاك السيد اللي تيقول لك باللي هذا السيد الدفاع ديالو تيقول لك باللي حنا كنقولوا مولات النعناع ومول ومول الزري ومول مول 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 البن ومول الشفنج راه هو الاول في حياته بني داك الخرجه الاعلاميه كيتكلم على الزريعه حنا ما عندناش كوا ديال الزريعه اذن هذا الاسلوب تعلمناه منه كسيد محامي تعلمناه منه اذن وزيدون هاد مولات النعناع ولا مول اللبن راه مكتوب في المحاضر ديال 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 الدرك الملكي يعني ماشي شي حاجه اللي هي جبناها من راسنا ياك هذا من جهه من جهه اخرى بالنسبه للشهيده اللي بغاو يجيبوها من بالنسبه للشهيده اللي قالت لي مقتول محروق ونفات انا بغيتها تجي وتعدي اليمين من تعدي اليمين انا غادي الا سمحت لي الا سمحت لي الهيئه الموقره من بعد ما تعدي اليمين الا سمحت لي انني نقول لها اشنو نقول للسيد المحامي ولا السيده المحاميه تدلي لها بواحد السؤال وتجاوبنا عليه ولا الهيئه المقره لها كامل التصرف ولها كامل 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 الملاحظه نعم التاكيد ديالكم اليوم اليوم كان مفترض يحضروا الشهود شنو كاين هاد الطريقه ديال الشهود علاش واش كاين الملتفات اللي كتوقف في المكان شنو طاحت حنا سيدي سهرنا على الشهود شحال هادي الجلسه اللي فاتت سهرنا على الشهود وما تمتعناش بماذا تنقولها اللي دابا السيد المحامي تيقول لهم راها هانت وراها قصرت وراها لا الهيئه المقرره ما تصبحوا يا خدامه ما تجيش انتيا وتسنزف لها القوى ديالها بالخوى الخاوي دخل لصلب الموضوع تهمي يستحقوا جوهر الموضوع لا يستحقوا الخزعبيلات وتدخلوا في خوش الهضره ونضيعوا الوقت الهيئة المقرة على مسؤوليتها العاتق في التكسيد المحامي اللي قضي على وقتها اللي ما صلحوا يقضي الملفات فهمتيني اما انا اللي كنقول شي حاجه كنقول ما تعطاتليش كلمه عادي جدا هذاك قانون ديالهم هذاك قانون ديالهم انا ما غاديش ندخل فيه اذا ما كنقول ما تعطاتليش الكلمه نعم استاذ حياه ساحه المحاميه بناء على انها كانت تطالب بالمحضر بالقرص ديال 2007 او الصور ديال 2007 انسحبت انسحبت السيده لان حست بالقهره حست بالضيم حست بالجبروت الخاوي بالجبروت الخاوي المفتعل اللي لا اساس له من الصحه ولا يجري لي شيء ان عطاونا ان السيد الدفاع كيقول لك هذا هو القوس اللي خصنا نشوفه هذا هو القوس والهيئه المقره ما لوموهاش هذاك الشيء اللي بين يديها داك الشيء اللي بين يديها اتعطينا شي حاجه اللي ماشي بين يديها اذا حنا خصنا بما انه هو ماشي بين يديها حنا خصنا نطالبوا هذاك القرص كوت 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 يجي راه كاين الناظر ديال كل حاجه القرص مادام كان في الموافقات اذا كاين القرص فيلم 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 واش كان الموافقه ديال 98 هذا القرص هذا نعم 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 وعلاش ما تمش العرض ديالو وتم عرض هذا 2017 في الفرقه الوطنيه ما يمكن ماش بالحوزه ديال الهيئه الله اعلم انا ما كنفهمش هذا الشيء في الفيديو شنا واحد السيد متهم انه تيقول حط تهامي بن الله يرحمه حطوا بجانب الطريق ما كتشوفوش ان ديك الطريق كدير حطوه جانب الطريق ولا وسط الطريق ولا مخدم الاخطار ولكن حطوه لاحوه رماوه ماشي حطوه كاين فرق ما بين وضع ورمى ولدي رماوه ما وضعوه شي اذا هذا رماوه راه عندها بزاف ديال المعاني اما وضعوه راه في التوب تالا حشكم نعم شكرا بالعرض ديال هذا القرص ثلاث قرص كلشي تفاجئ الاستاذة خرجت كيفاش كنت رد هذا الفعل وهذا الشيء اللي طرات الطرف المحكمة اليوم هذا سيدي الضحك على الدقون هذا الضحك على الدقون حنا نطالب بالقرص المدمج انا ذاك الحين عند المعاينه ما كنطلبوش 2019 علاش هما باغيين يرجعوا للور يا عباد الله علاش حنا ما غنتفكوش مع 2007 2007 هي بيت القصيد باش ما بقاو
شنو الدفاع كيتهم التكوين ومجموعه من الناس هو الدفاع الدفاع ما نعاود لكش داكشي مجهد اللي عامل بون المهم دازت الجلسه فيها واحد شويه الهضره ولكن الشيء الاخر كله غير خوز عبيلات غير شد 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 اللي مقطع لك سيتو هاي ابراسها راه كتعيا الرساله داك بعد الجلسه ديال اليوم واش وقع الجلسه اليوم وهذا العرض ديال هذا الشهر هذا انت كيتسنى باش كيتسنى بانه يتعرض الفرص ديال 2007 اللي تعرض عكس ذلك شنو الرساله ديالك نعم اقسم بالله ملي سمعت القرص غادي يبان شنو نقول لك فرحت بغيت نشوف بغيت بان نشوف شو بغيت ندير هكا بغيت نعاود نهز عينيا بغيت نغطي نعاود نهز عينيا غير نرجع للانفاس ديالي فاذا بيا كنشوف التصاور اللي خلاص تصاور اللي شفناهم الف مره اما بالنسبه لاربع سنين اللي تيقول لك اربع سنين فين كانوا 12 عام ونص هما حورين طلقاء ما خفتيش الله يا الدفاع 12 عام ونص وهما حورين تيتساروا مع راساتهم وانا ولدي مقتول ومليوح في الخلا وانا ما عندي خبر لا انا ولا باه ولا عائلته ولا حتى واحد كيف تلقاو سيدي ربي كيف تلقاو سيدي ربي هادشي كله على الفلوس فين مهنه المحاماه يا عباد الله فين مهنه المحاماه نبيله استاذ انت تطالب بالقرص ديال 2007 باش الراي العام يعرف كنطالب 2007 ماشي 2019 ماشي 2019 بتاتا فهمتي 2019 شفناه وعودنا اما باش يقول لك اربع سنين مساكن اربع سنين انا لام 12 عام ونص وانا ما سيقاش الاخبار وكانوا هما كيتساروا مع راساتهم اذن انا في عطيني وجه المقارنه ما بين ام مع واحد داير جريمه وضحك وناشط مع راساتو ما شافش هادي شاف هي اربع سنين لا حرام هادي كنسميو لا ديفونس كونتر اتاك هاد القرص اللي لقاو دابا واش غير ديال ملي قالوا كذبوا حطيناه هنا مشى هنا داز هنا ياك هادشي اللي هادشي اللي كاين داكشي اللي حنا بغينا الحقيقه حنا بغينا المعاينه الجدرميه للدرك الملكي صور الجثه كيف تلقات كيف مغطيه كيف جالسه كيف هزوها كيف رجليها كيف يديها كيف كل شيء وكل ثانيه كتصور ما يضحكوش علينا حنايا 2019 شوف يرجعوا لنا 2007 يرجعوا لنا 2007 الطبيبه عندها حق تصب لي حوايجو والبصمات الله اكبر والبصمات فيه لا اله الا الله لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل الوالي داس خلينا في داس حي الله يرحم لكم الوالدين الله يهديكم صافي صافي ما خصناش نحلى شويه خليه خليه يرحم لكم رشيد رشيد